مجموعة المشاريع من طرقة دابا الحمد لله، لا بالنسبة للشوارع، لا الأزقة، لا الزفت، لا الأغراس، لا المشروع ديال بشار الخير أكبر حديقة، لا المنتزهات، لا هادشي اللي دابا الحمد لله صادقنا عليه في مجلس المدينة ديال الشوارع اللي غتحل ديال شارع الفوارات، وكذلك شارع ديال حدا مستشفى محمد الخامس، وكذلك المنشأة الفنية ديال المعمورة. هذو كلهم مشاريع غترجع بالنفع لمقاطعة الحي المحمدي. من هنا لواحد سنتين غادي يوقع تغيير جذري في الحي المحمدي ان شاء الله. هذا المولى الشريف الحمد لله كانت واحد الميزانيه ديال الهدم ما تبقى من المنازل لاليه السقوط، راه السيده الرئيسه السيده العمده وافقت على هذيك الميزانيه. راه غادي يبداو ان شاء الله عما قريب باش ترسع للشركه، وغتبدا الشركه دير الهدم ديال هاد المنازل، وغتشوفوا ديال المولى الشريف غيتغير، راه بدا كيتغير شيئا ما. ومشكور السيد العامل اللي واقف على هاد العمليه شخصيا، لان حنا التخوف ديالنا هو يضيع لنا شي مواطن داخل الدور الى السوق. انعقدت الدوره العاديه لمجلس مقاطعه الحي المحمدي لشهر يونيو، كانت فيها جوج نقاط اساسيين. كاين واحد التحويل ديال واحد 30 مليون لشراء الكراسي والعكاكيز، وكان عرض ديال السيد المندوب الشباب والرياضه حول المخيم الصيفي، حول البرنامج اللي كاين. فاكيد كما كتعرفوا فيما يخص التحويل كان بالاجماع مصادقه على التحويلات. بالنسبه للعرض ديال السيد المندوب تكلمنا على اليوم، حنا تقريبا حنا محرومين من المخيم الصيفي، لان هذاك السنه ما كانش عندنا مخيم صيفي في عين السبع. هاد السنه ثاني محرومين، جابوا واحد البرنامج ديال مخيم القرب، واللي انا كنعتقد من غير ما يكونش ناجح ما يمكنش ليا غنجيب الوليدات وغنديو دار الشباب وغنتسمى ذاك مخيم. فاحنا اليوم غناخذوا شي قرار بعضياتنا حنا كمجلس، كيفاش يمكننا نديروا شي مخيم قار او حضاري داخل عين السبع. وللاسف الشديد جاء هذا البرنامج ديال المخيم ديال سياسه القرب او هذا القرب، ما يمكنش لواحد السيد كيسكن في بلوك بناني وغندير ليه انا مخيم في دار الشباب الحي المحمدي وهو غيدخل تما. واش انا باغي نعطي واحد الفضاء ليبر ولا باغي؟ دونك هذا خاص الوزاره تغير النظره ديالها على هذه المخيمات، وتكون عندنا شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله دابا راه عطيت التعليمات ديالي على اساس نعقد اللجنه ونبركم مع شركه كازا بيئة وكذلك شركه نظافه افيردا، باش اولا نشوفوا شنو الترتيبات اللي خاضوهما باش انجاح هذا العيد. هو كنعتبروا بان عيد راه كيهمنا كلنا، الا كان واحد النظافه فيه راه كاين النجاح ديالو، الا كانت الازبال في الشارع راه كتخلي غير الكوارث. فهذا عاجلا غنجتمعوا معهم وغنشوفوا اشنو هما البرامج ديال هاد الشركات بجوج.